يعني النهارده مباراه في انت في الدقائق الاولى بتجيب اهداف يا كابتن، او في الجزء الاولاني من اللقاء دي 27، ولكن احنا بنتكلم دائما كره القدم لازم تبقى مركز 90 دقيقه، وهنا طبعاً انت يعني بعد دقائق يعني ايضا او قبل انتهاء الشوط الاول بيحرز محمد هلال هدف التعادل. رايك في اللقاء، وهل في اخطاء ممكن هي اللي بتكون بتسبب الاهداف دي يا كابتن في فريق غزل المحله، اللي ممكن لو ركز بس شويه بامكانيات لعيبته اعتقد ان انت تحاول تفوز في كل لقاء يا كابتن محمد؟ حبيبي كابتن محمد اشكرك على الكلام الجميل ده، بس هو في نقطه برضو لازم نشكر فرقه البنك، عاملين فرقه السنه دي غير الفرقه السنه اللي فاتت خالص. طبعا امكانيات، جابوا لعيبه كويسه جدا، امكانيات كويسه يعني، وبقوا في حته ثانيه، فباللعب فريق قوي يعني قبل كل شيء. النقطه الثانيه بشكر لعيبتي النهارده، عملوا جيم كويس قوي، بالذات الشوط الاولاني نزلوا ضغطوا ضيعنا، جبنا هدف، بس خبره اللعيبه احنا من بره انهم ايه اهدى على الكوره، برضه في تسرع عايزين يجيبوا الثاني بسرعه. لا اطلع الشوط الاولاني 1-0 هتفرق معايا قوي كمدير فني، هعرف اشتغل الشوط الثاني احسن بكتير. انما الحمد لله نحمد ربنا ضيعنا. بس يا كابتن محمد انا عايز، انا في نقطه مهمه. عارف انت هتتكلم على ايه والله يا كابتن، احساسي بيك في الملعب يعني. انا احساسي ان كابتن عودة يعني تحكيم لحد ما انت مش عارف. يا كابتن محمد انا من سنتين انا قدمت سجلت المولين بسبب التحكيم يعني بصراحه. السنه دي انا مش بتكلم على التحكيم، انا بتكلم على الفار. انا ركز كده يا كابتن محمد، الفار بيصادني ما بيجيبش الكور. طب بص يا كابتن محمد، لو يعني عندك لقطات الجون اللي انا جبته، كونيه رجله جوه ال 18 معايا يا كابتن؟ تمام معايا يعني الجون اللي جه فاول اصلا رجله جوه ال 18 ورجله الثانيه بتشوط، يعني رجله الثانيه جوه ال 18 بمس، لقيته حسب الكره فاول. طب انت الفار في ايه؟ يا كابتن بسيوني انت قاعد بتعمل ايه بالفار؟ ما تشوفها ورجعها واديني حقي. دي نقطه. النقطه الثانيه، ارجع دلوقتي اقعد اشوفها ابص الاقي ليها ضربه جزاء بتاع الكونيه، الولد بتاع لعيب بنك جايبه من كتفه وموقعه على وشه، وهو بعد ما عدى من الاثنين قام راح احمد ياسين جابه بايده، ليها ضربه جزاء. النقطه الثالثه يا كابتن فاروق، ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليا انا لسه عمال ارجعها واشوفها اصلا، وهي جت في ايد قعود وقامت لمست ايد اللعيب بتاعي، قام حسبها على اللعيب بتاعي. يعني يا ريت لو عندك اللقطات دي هتشوفها. لازم كابتن، احنا معناش الرئيس بس اكيد ممكن لو نحاول نجيبها بصوره تبقى افضل. لكن ده الفار، انا سيبك الحكم على قد ما تقدر القرار بيجي له مره واحده، انما ليه الفار ما يوقفش ويشوفها مره واثنين؟ ما بتتعادش اطلع اشوفها بعد الماتش الاقي الحاجات دي. وانا انت شفتها يا كابتن يعني، انت قعدت شفتها بعد الماتش؟ ها بالظبط يا كابتن. انا كابتن فاروق، انا عمري يعني انا لا انا فاهمك انا فاهمك، وهديت واتفرجت عليها مره واثنين وثلاثه واجي اقول ثلاث لقطات مش ممكن. نفس الكلام في ماتش الاهلي يا كابتن فاروق، يعني في فاولين جم جونين، فلا رجع وشوف الدنيا حقنا واقعد بص وهات لو في مثلا بتفسرها يا كابتن، يعني مفيش تركيز مثلا حكم الفار ان هو ممكن ما يكونش مش عارف برضه يعني مش عارف يا كابتن. بس النهارده يعني حكم دولي قاعد النهارده في الفار، لازم تشوفها مره واثنين وثلاث، مش عارف تاخد قرار، انده للحكم يجي ياخد قرار معاه. كل الدولات في العالم بتتعامل كده يعني، مش عارف، انما انا ما اجي اشوف انا كده اضيع 3 بونت من عندي من على ملعبي النهارده بسبب كده. لا ده كتير قوي يا كابتن. انت مش راضي عن النتيجه يعني كابتن؟ التعادل النهارده انا راضي بعد الماتش، راضي بلاعب فرقه كبيره كابتن محمد، وراضي على الاداء بتاع اللعيبه. وخلي بالك كابتن محمد، انت عارف الدوري صعب جدا. صحيح. جدا، والفرقه كلها شبه بعض. عندك النهارده البنك شبه المحله، شبه سيراميكا، شبه المحله، شبه الاتحاد المصري، كل سموحه، كل الفرق دي في حوالي مثلا بتاع 10 فرق ولا 12 فرق شبه بعض. كراسي موسيقيه، النهارده هتلاقي المحله ضرب المركز الرابع، الاسبوع اللي بعدها هتلاقي نزل 5 فرق عدوه، الاسبوع اللي بعديها هرجع تاني. هي كده دوري صعب جدا. وانتوا كان النهارده منافسه ما بين الخامس والسادس، يعني النهارده انت سادس بعد النتيجه دي كابتن، والغزل والبنك الاهلي خامس، وبالتالي كانت منافسه موجوده. الاسبوع ده تحس ان هو ما اتلعبش يعني، اكتريته تعادلات، يمكن بس المصري اللي كسب راح حته ثانيه تالت، انما فهي انما الاسبوع ده كله تعادلات، انما كان نفسي اكسب النهارده على ملعبي، كان ماتش يعني في امكاني اقدر يعني، خصوصا ان انت خارج للزمالك يا كابتن بعد كده. النقطه الثانيه يا كابتن فاروق، برضه التوقفات بتيجي عليا يعني انت شايفها مش في صالحك يا كابتن؟ هقول لك ليه يا كابتن فاروق، ما انا برضه اصل انا لسه بتكلم عن النقطه دي، يعني ماتش النهارده سيراميكا والاتحاد
حسست ان ما كانش في توقف، فرقتين فاتحين وعايزين يكسبوا كابتن وعدد اهداف كبير. ده اللي ممكن اقول ان توقف قبل كده كان يقلقني، لكن دلوقتي ما بقاش يقلقني لان كل الفرقه عايزه تكسب، بيستعدوا بشكل كويس. وانت بتقول ان ممكن اضرك يعني انت من خلال انا شايف انا الوحيد الفرقه اللي بتضر في الفرق كلها. ليه يا كابتن فاروق؟ اقول لحضرتك ليه. اول حاجه انا بالنوع اللي بحب اعمل ماتشات دوري ممتاز زي الفرقه كلها بتعمل كده. النهارده مش عايز اقول اسامي، ال 25 يوم اللي فاتوا كل الفرقه عسكرت، كل الفرقه عسكرت ولعبت ماتشات. فانا انا برضو الامكانيات ما ينفعش عسكر يعني ما ينفعش. النقطه الثانيه يا كابتن فاروق، ما فيش دوري ممتاز بيرضى يجي لي المحله، والممتاز ب ما برضاش برضو يجي لي. انا عملت ماتشات. طب ما تروح له يا كابتن، ما تروح. ما انا هقول لحضرتك النقطه جايه. طلبت حوالي 3 ماتشات بدون ذكر اساميهم في الممتاز بيه، اتفقوا معايا وجم لغوا قبلها بيومين. محدش بيرضى يجي هنا. فعملت يا كابتن، عملت ماتش مع سيراميكا بالعافيه، قلت اروح للقاهره، وعملت ماتش مع الجيش. المشكله ان انا يعني برضو الامكانيات ما ينفعش اروح ابات قبلها بليله، لازم اروح واجي في نفس اليوم. ارهاق رهيب. اتعور مني 7 لعيبه في الماتشين دول بالظبط، 7 لعيبه. والله العظيم اللعيبه دي لسه راجعه بقالها 4 أيام او 5 أيام. فانا التوقف جه عليها ضرر، لاني انت عارف لما بتروح 3.5 ساعات وتلعب ماتش 90 دقيقه وترجع تاني 3.5 ساعات، صحيح ارهاق رهيب على اللعيبه. معاك في دي يا كابتن، تبقى صعبه. فالحمد لله بنحمد ربنا طبعا، ده مش شماعه بس دي الحقيقه، دي اللي بيحصل. فبحمد ربنا. ماتش الزمالك بتستعد له ازاي يا كابتن؟ لا ماتش صعب، ماتش صعب طبعا، انما هنستعد له من اللحظه دي. احنا قاعدين، انا قاعد مع الجهاز الفني الحمد لله، احنا قاعدين في المحله، وده اللي برضو الحمد لله منجحنا، ان احنا ما بننزلش. احنا قاعدين الجهاز الفني دلوقتي في المحله، قاعدين عاملين جايبين، خلاص نسينا ماتش البنك، جايبين فرقه الزمالك وبنتفرج عليه الزمالك والبنك، عاملين نتفرج عليه دلوقتي ونشوفهم، والبكره هنتفرج عليهم مع المقاولين، وان شاء الله ربنا يقدم لنا الفرق ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق يا كابتن عوده. وانا وانت بتقفل معايا، انا هيبقى معايا دلوقتي رئيس لجنه حكام كابتن عصام فتاح، وبرضه هاخد رايه في النهارده بعض الكلام اللي ممكن او اللي شايف.